يا بني الأحلام مالك تنسان، يا بني الأحلام مالك تنسان، وأنا ما ننسان على طول زمان، يا بني الأحلام مالك تنسان، يا بني الأحلام مالك تنسان، يا بني الأحلام مالك تنسان، الخميس احنا توا نرجو بحضر اللي جاف ونتندون انيس جيل بلاستو. مرحبا بكم مره اخرى في كوجينتنا العزيزه نتاع الماتينال. باش نعاود نذكركم بالصوص الحلوه اللي هي زمنيه وكفايه من بلادي، انا حبيت نودكم بها اليوم. الصوص الحلوه تتكون من الاول حتى نقصوا البصل جويت شويه زيت زيان، ثوم فورنيتو، حطيت معاهم فلفل كيف قليتهم مع بعضهم ورميت معاهم طماطم تتقلى، بعد زدت شويه زيت وزدت الماء ورميت اللحم نتاعي باش يطيب.
وقبل ما يتبنى اللحم بدرج ولا درجين نرميه الشرايح اللي هو الشرايح متاع العوينه الشايحه والمشماش الشايح كيف كيف. في الاخر زيد نعاود نذكركم نحط الملح باش الصوص نتاعنا ما توليش معناها تقعد خاثره والفلاك حزده في الاخر باش يبننها. نخلي كلمتي لمدام فاطمه وبعد ترجعوا لي وقت ما تحب. يعطيك الصحة شيف سليمة. لو راح نرجع نحكي مع أنيس الخميس وكما كنت تسمعوا في بالك تنساني أنيس ناش أسكو هي توا موضة عملها أنت أنك تعاود تغني في الأغاني القديمة ولا شيء؟ شوف أنا باش وصلت عاودت أغاني معناها عملت دي ريبريز إلا بعد 30 في رصيدي أكثر من 30 أغنية. وي فهي توا مانيش انا وفي العاده العكس يعمل الفنانين هي توا راهي في معناها مانيش انا برك اللي قاعد نعاود في الاغاني برشا فنانين هي موضه ولا جديده صحيح. في العالم هذي كافر هذوما دونك تصير اعاده دونك بالك تنساني عجبتني عاودتها بون غيرت فيها حاجات ما خليتهاش كما هي حتى في التوزيع في طريقه التوزيع في نفس الشيء وعندي زاده في غنيتي جديده زاده اللي جاريه حموده زاده كذلك ان شاء الله كان عشنا نشوفوها من بعد فيديو كليب اللي هي من اخراج منعم دي ام سي دونك زاده عملنا فيها طريقه جديده تنحكيوا عليها زاده بعد ما نشوفوها نعلقوا عليها ان شاء الله دونك احنا درش نشوفوها من غير ما نعلق على خاطر احنا تعدى الكليب اخر الانترفيو نعلق عليها توا انيس اللي باغ اكزومبل بالك تنسيني مش مستهلكه برشا لكن جاري يا حموده ياسر خدموها اي مالغري سا اخترتها حتى مصاروا غناوه لبنانيه هي جاري يا حموده طبعا هو غناها المرحوم والفنان الكبير احمد حمزه وغنتها المرحومه عليا الفنانه الكبيره عليا طبعا وهذو مدارس كبار في تونس ولكن هي تراث ايضا لان هي مش ملك زاده احمد حمزه الاغنيه ولا عليا هي من التراث الاغنيه هذه الناس الكل عودتها بالطريقه الكلاسيكيه الكل على بكره ابي انا غيرت الطريقه اعطيتها الورد ميوزك نحن عندنا مشكله في تونس انه الاغاني التونسيه مش قاعده تخرج للعالميه نقولوا علاش شنو اللي ناقصنا الجزائر خرجوا للعالميه المغرب نفس الشيء مصر نفس الشيء تونس قالت لنا كل العقده معناها بالحق عندنا برشا اغاني حلوه وعندنا موروث حلو برشا ولكن اذا باش يقعد بالطريقه الكلاسيكيه ما نجمش يخرج يلزموا زيدوك الخلطه هذيك نتاع الورد ميوزك انا الجاري حمود اعطيتها فيرسيون 2025 مش 2019 فهزيتها للجو الشبابي اللي توا يسمع فيه الشباب نتاع توا وجيسيب انا من 15 حتى 35 سنه هذاك هو اللاج اللي انا سبت عليه ولعبت عليه فاعطيتها روح اخرى للغنيه وباش نقول لك حاجه بالرغم انها معروفه الغنيه فما جينيراسيون جديده ما تعرفهاش راه سواء في تونس سواء في المغرب سواء في المغرب العربي الكبير سواء في مصر سواء في الخليج سواء في لبنان فما جينيراسيون صغيره ما تعرفهاش فما عمر معين يعرفوها الجدد ما يعرفوها برشا اغاني معناها عربيه ولا شرقيه ما يعرفوهاش فانا الغنيه برشا ناس بقول لهم عليها قالوا شبيه مع الغنيه مستهلكه كذا ولكن انا اعطيتها روح اخرى الغنيه وهزيتها لجو اخر كومبليتمون جوستمون باش نقول جوست هذايا انا حبيت معناتها نحكي معك في حكايه الورد ميوزك وجالي بوزي لا كيستيون سامحني ما سمعتهاش جاري حموده اللي كنت نسمعها توا مثلا فما ايمان محرزي زاده اللي عملت محبوبي معناتها كونت اون شانج لارانجمون اي لو ستيل توصل برشا معناتها حتى الشباب اللي كنت قلت عليه شوف احمد حمزه انا كنت عرف بها في الوطن العربي انا نطمح اني نعرف بها مش في الوطن العربي تخرج للعالميه مش خاص علاش لا بالعكس خلنا نحيوها العقده هذه بالحق لانه قعدنا نحن بالغناء التونسي قعدنا محصورين بالتراث نتاعنا ما تمسوش عليه يرضاو يقعد عليه الغبار معناها يقعد هكاك العنكبوت فوقه ومن بالعكس انا علاش نمس ونجرب الحاجه هذيك ونشوفها اش تعطي ونشوفها كذا بون باش تعجب باش تعجب ما تعجبش هذيك قضيه اخرى فهمتني فما ناس اكيد باش نعجبهم فما ناس مانيش نعجبهم لكن انا ديما نقول انا مانيش شمس نضوى على الناس الكل فهمتني بالحق اذا باش نقعد انا الجمله ذي قالها اخر واحد ما لقيني قول انا مش قمره باش نضوى ولا قمره بالحق لا يجي اقول لك حاجه ما نجمش انا نعجب الناس الكل مانيش مسيو تو الموند نحاول نمشي نكون مسيو تو الموند اما ما نجمش نكون مسيو تو الموند لازم فما شكون يحبني وشكون يكرهني شكون معايا شكون ضدي شكون كذا وانا نقبل راني نقد في الاخر ولكن انا عمل مقتنع به فهمت ولا انا اشوف باش نقعد مانيش باش نقعد نتلفت على اليمين وعلى اليسار هذا اش قال وهذا مش قال انا لاهي بخدمتي مقتنع به انا لاهي بخدمتي فهمتني وان شاء الله نحاول اني باش نقنع لو ماكسيموم معكم هذا هو شنو
اي بيان سور تفضل بيان سور انيس تعاملت ديرنييرمون مع كاريكا عصام كاريكا من مصر كيفاش كان التعامل وشنو البروجي نتاعك والله شوف انا عصام كاريكا تقابلت انا في تونس في برنامج تلفزي معناها في تونس معناها كنا زوز ضيوف موجودين في وي مع عائشه وقتها مع عائشه وي تحياتنا لعائشه وي تحياتنا لعائشه طبعا دونك غنيت انا لون لون مصري فبعد ما كملنا البرنامج قال لي انيس تغني الجو المصري حلو برشا حتى اللكنه نتاعك قال لي معناها تنطق معناها تقول اللهجه سلسة المصريه سلسه اي اي فاعطاني نمرو قابلنا في نزل احد النزل في تونس وقال لي علاش لا ما نعمل لك حاجه وتشوف تعجبك شي كان عجبتك إن وعجبتك بعث لي برشا غني عجبتني الغناية طلعت لمصر سجلتها في مصر وان شاء الله باش تخرج ان شاء الله قريبا لكن ماذا بيا انا مازلت مانيش عارف اسكو باش تصور فيديو كليب انا ماذا بيا تتحط في فيلم الحقيقه نتاع ربي اش معناها تتحط في فيلم معناها تتحط جينيريك في فيلم ولا تتحط في اي تنجم تكون كيما مثلا كيما اهلا ولعب فيها زهر تعرفت في فيلم فهمت نسعى على هذا اذا ما قدرناش نحطوها في فيلم ان شاء الله تصور مصري 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 كل جو مصري كل جو مصري حنا هي شو ستيل اخر بالحق ستيل اخر مش مستنسين بيا مش متعودين بيا الناس نغني جو الحفلات كما ما يقولوا الجو لا خلي شوف ما نحبش نحرق بعدين يحب يحطها في فيلم على الجو هذاك ما نحبش نحرق لا ما تحرق في العوام الاخرانيه وليت حتى الافلام الرومانسيه يحطوا معناها مادام انيس الخناس اللي متعودين به في نوع نتاع موسيقى قال لك ليه جو اخر معناها جو اخر مش متعودين به تعليق بالحب نقوله على قول ايه من انيس هاني نعطي فيكم في الكلمه تفضلي حوالديكم عشان قلبي وجعني خايفه منها تموت لا لطف عليك كبيكا قلت لي كاريكا استعجب باللي انت نجمت تغني اللون المصري لا مش استعجب لا معناها قريت برك اعجب ما استعجب اعجب مش استعجب الفنانين التوانسه عندنا تولي احنا نجموا نغنيو الشرقي ونغنيو الغربي ونغنيو الشرقي بالطابع نتاعهم وهم ما نجموش يغنيو الاغاني نتاعنا والطابع التونسي خاطر الجو التونسي صعيب برشا بالحق معناها مش اللي يجي يغني مش اللي يجي ما نجموش يغني حتى الميوزيسيان تاعنا مش اللي يجي نجم يغني ديما نقولوا مش اللي ما نقولوش ما نجموش ولكن نقولوا مش اللي يجي نجم يغني واضح باهي انيس زاد شفناك في جو اخر اللي هو انيس نعرفك انا بالحق نعرفك من 2006 راجل عاقل فني تغني على روحك وتهبط روح على روحك تو حسيتك ليه؟ معناها تعطي في رايك وما يهمكش في الناس شنو يقولوا والله اجي تصدم في العباد هاو كارتاج ما يطلعش على تونسي ولات للاسف العقوليه والانسان النظيف والانسان المتربي ولات يسخلينه ضعف صحيح ولات صفه كاني صفات خايبين هما بالعكس هما نعتبرهم صفات قوه انا الطيبه عندي انا والتربيه والاخلاق كل هذه قوه ماهيش ضعف فهمت يعني فما ناس تسخيلهم ضعف فقلت خليني نولي لا نوعا ما بالحق جاء وقت نبدل الخطاب شوي لانه تقلب شويه العيد دي بعض المساج لا ما شو نقعد الطيبه هذيك اللي فيا تقعد ديما طيبه ما نجمش نولي انا نكون طيب من طيب نولي شرير ولكن اللونجاج بالحق يزمو يتغير سوى اللوك سوى طريقه لابس كادوري مع عاد اليوم ولد كادوري من سنين أما بي كمل عليها إن شاء الله فشوف لازم الإنسان يتغير حتى وتبدلت حتى ما تخافش تخسر جمهورك حتى نوعية الناس اللي دعيت لك العروسات بحول الله لا لا بحول الله ما دخلتش في السبان أنا ما دخلتش في السبان ولا في ما يضيعش حقه كأنسان بالضبط فما نصورش انا عبد ما يضيعش حقه باش يخسر لعبة انا ما دخلتش في قله الحياه ولا نعرف في المواد زويتا ولا مواد زهره لا معناها كيكون عداوات في الدومين فما لونجاج جديد انت حتى في الكلمات توا لي رابور علاش نجحوا اقرب لانه فما لونجاج جديد حتى في الموسيقى يلزم لونجاج جديد الطريقه الكلاسيكيه نتاع قبل حتى في طريقه الخدمه توا السوشيال ميديا لازم تلعب عليه الفيسبوك والباج واليوتيوب والانستغرام وغيرهم لي بلاتفورم سبوتيفاي ولا والديزر وتبدلت شوشو وانغامي شوشو تبدلت اذا ما نواكبوش العصر يفوتنا العصر بالضبط ما تنجمش تتواصل فكل شيء يتغير يلزمك تواكب العصر فانا قاعد نحاول اني نواكب العصر باش نبدل قشره في كومبلت ما ولكن نحاول اني نتماشى شويه تغييرات تكون في مستوى معين ممكن تمثل زاده والله ايش نقول لك حاجه تحسها ما دام تحبوا في فيلم تاع انا جاتني مره اقتراح باش نمثل في تونس وما مثلتش علاش
خاطر جاتني الدور وقريته وكذا في اول حلقه نتوفى قلت يا رسول الله هل فعلا هو صحيح العمر بيد الله سبحانه وتعالى فهمتي ولا لا؟ لكن ما الكاشي غالي ذا الحقيقه قلت هل فعلا في مصر جاتني الاقتراح اني باش نمثل وجاتني الاقتراح اني باش نغني حتى في دي جينيريك بتاع مسلسلات باهي برشا لكن المشكله انك لازم تستقر غادي ما تنجمش في مصر في مصر ما عندي عندي التزامات وعندي كذا في مصر يزمك على الاقل هذا باش تمشي وتجيك لي جمعه وجمعتين تنساك يزمك تكون سير بلاس غاديك معني يزمك على الاقل تضرب 6 شهور ولا 8 شهور ولا عام انت قاعد غاديك باش يتذكروك شفت في جمعه يفرحوا بك ودنيا ويجي نعمل لك ويجي نقدلك تروح ينسيوك انت مين فما يا مصر منك الوف فهمت مصر منك الوف منك شو مصر فيها 100 مليون شخص تفهم 200 مليون يحبوا يغنيوا في مصر كلهم يغنيوا غادي القواجي يغني ولا ساعات تهبط في النفق نتاع السيده زينب والواحد تسمع ناس تغني في وسط النفق لحم والله لحم كيتقشعر فهمت اصوات كبير كلهم فنانين ما شاء الله عليهم فاذا ما تقعدش تستقر غادي ما تنجم تعمل حتى شيء وانا الالتزامات العائليه هي اللي خلتني ان شاء الله ما تندمش ما نستقرش غادي شوف والله شوف كل شيء كل شيء بالكتبة زاد ما نجمش نخلي عائلتي ونخلي ولادي وخلي مش سهله راك تمشي تعيش غاديك اي تمشي تعيش غاديك كيفاش تعيش تمشي تخدم من اول نهار انت صحيح لازم تعمل العلاقات لازم تعمل العلاقات هذا كله مصر مش سهله مش سهله مش سهله باش توفر بيت غادي في مصر وتزيد عندك عائله غادي وتزيد التزامات غادي زوز صعاب برشا لا قلت عائله لهنا لازمك تقول مش عائله غادي راك رد بالي عائله سامحني عائله خير راه لهنا الزلقه فرق سامحتني درنا توا فوالا طلعت الثلاث عائله في تونس ودار غادي دار غادي صحيح ودار غادي مش عائله غادي من نعطي يعطيك الصحة مش فيك انا نار بنت بلادي نار ما كيش تخمم والله لا قصدت لي انت قلت انا غنيس نعرف انت عندك شوية نعرف شذي لحضرتنا انك تقى سؤال مش مقتنع به ياسر ما نحبش نظهر فيه نقول المعدة شكرا نحضروا سؤال سنة المجري خطيرة قالت لي اسأل انيس على مشكلتك مع وردة الغضبان انك قلت ما عنديش مشكله مع ورد الغضبان انا فهمتش منين جيت الحكايه الحق والله ما عندي حتى مشكله وانه كنت قلت فنانين تونسيين ما يستحقوش يطلعوا في مسرح كارتاج لا 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 سنه عاد دقيقه دار فيها دقيقه مش شرب قهوتها ورد سنه زوز اسئله مختلفين وي جو سي ورد الغضبان بالعكس اختي وعشيرتي ولتوا صحاب وسنه طيبه ياسر ما عندي حتى مشكله باهي برشا انا ممكن خاطر لا 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 ممكن خاطر فاست انا قلت وقتها في التاريخ هذاك معناها في معناها في جميل في طريق النجوم وقتها قلت انه ما يجيش انك تحط مسابقه تحط الجو الشعبي مع الجو الوتري معناها قديمه تنجم انت تحط مثال جو وتري وتجيب معاه اوكسيدونتال وتقارنهم ببعضهم وتعمل هذيك اللي قاعد يصير ما تنجمش الجو الاوكسيدونتال وحده الشعبي وحده ما تنجمش تقارن تجيب مثال تنجم تقارن تقول البلطي ولطفي بوشناق شكون خير لا ما البلطي في في جو في جو ممتاز ولطفي بوشناق في جو ممتاز ولا منش عارف انا تقول الهادي حبوبه وصبر الرباعي هادي حبوبه في جو ممتاز هذه الكونفينيون تاع البرامج هذيا مثلا ذا فويس توا يجيب لك على نفس الحلبه واحد يغني اوكسيدونتال والاخر اوريونتال انا راه انا راه ما تجيش انا كل لون نعمل له مسابقه واحده فهذا هو ممكن خذاوها هما بالعكس ورده الغضبان ورده ولا غير ورده بالعكس انا ماني ضد انا ضد المبدا نتاع الفكره نتاع انك تتخلط تقارنش بالضبط هذا هو ما اختي ورده ونحييها بيان سور صحاب وطيبه ياسر ورده بصراحه طيبه برشا ورده ونحييها وربي ان شاء الله يوفقها ان شاء الله بالنسبه للكرتاج شوف قلت لي كرتاج كرتاج قلت التوانسه ما يستحقوش انهم يطلعوا معها شوف انا اجيب لك حاجه انا مهرجان كرتاج هو مهرجان دولي وي باهي انا نرى انه مهرجان كرتاج ما يطلعوا له شوف اول حاجه ساعه مرهش يقعد شهرين عمري ما ريت مهرجان انا يضرب شهرين في العالم اجمع ما فماش مهرجان يقعد شهرين رمضان يجي لا 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 فما لا رمضان ولا مش رمضان كان في الصيف بعد الثوره مهرجان يقعد شهرين ما فماش ما تتحبوا اقل طبعا ما تصيرش ويجي يقول لك حاجه انا نرى انه مهرجان كرتاج تجيب لي واحد لا باش نراه في شارع لا في عطار لا في مغازه كبرى لا باش نراه في عرس لا في اللي عبد اللي انا عمري ما باش نراه في حياتي جمله اسمه مهرجان دولي دونك تجيب لي حد على مستوى دولي والتوانسه مرحبا بهم يا اخي انا ماني تونسي زاد فهمت خويا عمل لنا مهرجان يهزش حتى زوز ملايين بشر برا غني في المهرجانات الكل كرتاج لازم يكون عنده خصوصيته هذا رايي الشخصي وانا التزم به فهمت ولا وانا معناها معناها قد معناها انا المسؤول على على الكلام نتاعي ما نعرفش تطلع اي فنان ينجم يطلع هاو نعطيك مثال هاو تونسي انور براهم
صيت عالمي. اي اما ظافر يوسف صحيح. فهمتني شنو نقصد؟ يلزم حد على مستوى عالم. لا مي ما تراهش لا في عرس وانت تشرب في 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 جازوزه وبقلاوه وترى في قدامك وبعد طلعوا لي المسرح. عمرك لا صبيت دوسي في كارتاج؟ لا عمري ما صبيت دوسي، غنيت في كارتاج. اي عام 2000 و اما عمري انا معناها غنيت ضمن مجموعه. لكن عمري ما صبيت دوسي فيه. انيس شنو انا هذا الراه هكا الراه مهرجان كارتاج. به شنو عندك في رمضان ان شاء الله؟ عندك شي مهرجان؟ عندي مقدم ملف في المهرجانات طبعا. نحن ديما المهرجانات ناخذوهم ترا مارش ترا مارش فهمتني ولا؟ فمازال مازال تستنى؟ مازال ما عندك حتى مهرجان؟ مازال مازال هو عامل الفرزه ما مازالوا ما عطاونيش. به ميرسي بوكو انيس الخميس يعطيك الصحه. حنا توا باش نشوفوا كليب جاريه حموده. كان قلنا اخراج جاريه حموده هي توزيع منعم دي ام سي واخراج اول اخراج ليه وبرودكسيون منعم دي ام سي. نحييه الرابر منعم معروف هو رابر وموزع واول تجربه ليه في الاخراج وان شاء الله يعجبكم الكليب ان شاء الله. ميرسي بوكو انت بالتوفيق. زيد نشوفوا كليب جاريه حموده الانيس الخميس. جاريه حموده يا حموده يا جاريه دونك. هذا كان كليب انيس الخميس الفنان التونسي انيس الخميس. الكليب اسمه جاريه حموده. ما توا نستقبلوا جارتنا العزيزه علينا هي مريم التوكابري. مرحبا بك مريم. ميرسي. مرحبا. بونجور. صباح الحمد لله. كما العاده باش نحكيو على ديرما فيغا. ما قبلنا نرجعوا بحذا لي شيف. مرحبا فاطمه. مرحبا مدام التوكابري. شنو عندك يا سليم؟ مرحبا بكم مره اخرى بحذانا في كوجينتنا. انا تو كيما قلت لكم على الروسيات الكل من بكري تو باش نقول لكم على سلاتك باش حضرتها اللي هي سلاتة عدس تونسيه حره. حبيت نمدكم بها اليوم ولا نذكركم بها يمكن تنجموا تكونوا نسيتوها. سلاتة عدس اللي هو نسخنوا الماء نحطوا فيه نص كعبة قارس ولا نقسموه على اثنين ولا على ثلاثة. نرميه العدس يسخن الماء بالقداء قبل ما يعمل غلوة. نرميه العدس نتاعنا نخليه درجين ولا ربع ساعة يغلى مع القارس بزيد يسيب القوة نتاعه والمنفعة نتاعه والعدس نعفو مع القارس حاجة باهية على الأخر. وبعد نخرجوه نفوحوه شوية ثوم فرنيتو زيت زيان فلفل أكحل وملح خلطتهم مليح خلطتهم يبردوا تجي باردة السلاطة هذيا. بعد زينتها بالطن من فوق كيما تراو فيها. هذه هي السلاطة نتاعنا. وتو نخلي كلمتي للشيف نقول لكم. انا جست الكلافوتي حطيته برد وفرغته لو طون دو ريفنير ترجعوا لنا فاطمه وقت اللي تحبوا باش نعملوا الفينيش معاكم.
اوكي شفت حي لو نخليوها مريم توكبري تحكي لنا على دير ما فيك تزيد تعطينا عليها معلومات. اليوم باش نكملوا نحكيوا على الفينيغر دو فيك دو بربري، خل الهندي او خل التين الشوكي بالعربيه الفصحى، واللي هو معناتها اليوم نحب نحكي سورتو على الاستعمال نتاعو باش نبداو نحضروا في البارتي معناها الايامات الاخرين اللي قبل رمضان، خاطر جاوني برشا اسئله في الخصوص هذا، كيفاش نستعملوه ما دامنا توا قبل رمضان، واسكو كي نشري توا نقعد نستعمل في رمضان والا لا؟ اول حاجه نحب نقولها اللي راهو ديما احنا في الريجيم حتى توا بالنسبه اللي يتبعوا في ريجيمات يحبوا ينقصوا في الميزان، جات لا بيريود هذه اللي هي معناها تبديل الطقس والناس كانوا تحب تنقص وباش يخلط رمضان، دونك راهو بالعكس رمضان يعاون برشا في تنقيص الميزان، خاطر الصيام في حد ذاته هو معناها سيتون سيتياسيون وين البدن قاعد يجبد من المخزون نتاعو، دونك لهنا احنا كي باش نعاونوه بحاجات انها في نفس الوقت تعطي فيتامينات وتعطي املاح معدنيه كيما خل الهندي تكون حاجه باهيه بالكدا. في البيريود هذايا ديما نقول نركزوا على العشاء نتاع الليل اول حاجه. خاطر بعد البدن باش يولي معناتها يتغذى في الليل باش ما يصيروش ان شوك يكون منحي العشاء نتاع الليل ولا غلطه يعملوها برشا انهم ما عادش يتعشاو في الليل ومن بعد يجي رمضان يوليو يقعدوا على الطاوله في الليل ويتعشاو ويشقوا فطرهم وياكلوا في السهريه وفي السحور، دونك غادي تنجم تصير زياده. لهنا دونك نجموا ناخذوا لا دوز كامله حتى بالنسبه للناس اللي ينساو في النهار ياخذوها قبل العشاء نتاع الليل ويتعشاو عشاء كونسيستون. ينجموا ياخذوا معناتها حتى دبوزه ماء صغيره يحطوا فيها لي 4 كويير كافي نتاعهم نتاع الخل ويشربوها معناتها قبل العشاء نتاع الليل ويكون العشاء كوبيو. هذه الحاجه اللي تفرح بتاتر اللي هو العشاء يكون معناتها دسم ويكون غني ما فيهوش معناتها مش حاجه خفيفه كيما مستانسين ديما نحكيو، خاطر علاش قاعدين نحضروا رمضان راني قاعده نقول معناتها باش يكون. انا ما فهمتش حاجه مريم، معناتها انا في النهار ناكل نورمال ونزيد نعمل العشاء باهي هاني باش سا ديبونش معناها نورمال سي تري غولاتيف دونك وني في النهار باش نمشيو ونقصوا خاطر هو باش يولي رحمه بارابور على الصيام من بعد انه مش باش ناكلوا، دونك حتى كان باش نقصوا ماهوش معناها باش نجوعوا ولا باش نقعدوا بلاش ماكله، خاطر بطبيعتنا احنا لازمنا نسنسوا البدن ان ناكلوا شويه في النهار وناكلوا اكثر في العشاء نتاع الليل، هذاك هو اللي باش يصير في رمضان صيام ومن بعد شقان فطر، دونك لهنا سوا باش نقعدوا كيما قلنا مغرفتين نتاع قهوه خل الهندي ديغما فيك لابوغاتوار غرولاين في كاس ماء قبل الفطور قبل العشاء والا توت لا كونتيتي قبل العشاء نتاع الليل. داكور بي الفاست العشاء نتاع الليل قلت قبيليك اللي ما يكونوا حاجه متوازنه ماهيش خفيفه معناها مش اللي تشوي حاجه تاكلها حرفيه كهو شنو معناها اسكو نجموا في الليل ناكلوا سلطه ومقرونه وحاجه فكيكه؟ اي بالطبيعه هو ده هو المقرونه والخبز والكسكسي والنواصه والحاجات المعجنات الكل والنشويات الكل منصوح بها باشا في الليل، خاطر اول حاجه تحسن عمليه تحسن لكاليتي دو سومي معناتها النوم يولي احسن لهنا معناها سي سيانتيفيكمون بروفي الناس اللي يتعشاوا عشاء فيه شويه نشويات يرقدوا احسن. دونك لهنا عادي جدا انه باش نتعشاو مقرونه، راهو ديما ناكد انه اللي سمن ولا اللي ضعف سي لابور كالوريك جورنالي قداش ناخذوا من حريره في النهار ابخي ناخذهم الكل على نهار كامل ولا ناخذ اكثر منهم في الليل سي لي ميم كالوري، دونك باش يكون عندهم نفس الافي على البدن. فهمتك. دونك هوني احنا باش نحسنوا لرمضان باش نتعشاو اكثر شويه في الليل. وفي رمضان وفي رمضان معناها في رمضان باش في السحور باش نشربوا في شقان الفطر باش نشربوا فوالا لهنا باش يولي في المرتين هذوك اللي هو قبل شقان الفطر معناتها هوني بالنسبه للناس اول شق الفطر مش قبل مش قبل أي 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 قبل الوجبه نتاع شق الفطر اي فوالا هوني فوالا اول ما نبداو بيه نجمو ناخذوا كاس ماء نورمال وكعبه دقله ولا الناس اللي مستانسين وشويه ماء معها الخل نتاع الهندي عادي ومن بعد في قبل السحور، دونك لان راهو عنده برشا منافع على رمضان خاطر نعرفوا في رمضان البدن باش ينقصوا برشا حاجات فما ديزيتا ينجم تاع تعب نتاع حشيشه رمضان كذا، دونك هذاك نحكيو عليه معناتها فما بوكو دو انفورماسيون بوكو دو ديتاي نتذكروا زاد اللي هو نجمو نستعملوه المراه اللي حبله واللي الرضاعه واللي المراه اللي عندها السكر التونسيون نساو الرجال بيان سور كي عندهم التونسيون اي فوالا بصفه عامه الناس الكل ما عدا اللي عندهم معناتها فوالا قرح المعده والا اللي عندهم فم المعده محلول والا لو غفلو هذاك معناها الحلقه فوالا هذوكم ايفيتي كل ما هو حوامض وكل ما هو خل كوسوسوا خل الهندي والا خل اخر حتى ماهوش اي نوع فما اللي يكون معناتها عنده شويه القرح والا شويه معناتها هكا ليبيراسيديتي جوده الماكله اللي مش منظمه والا اذا كان ياكل برشا زيوت ولا اذا كان ياكل يشرب برشا غازوز اكزامبل بطبيعته كي باش يحسن باش يتحسن باش يحسن في الماكله يتحسن في المعده نتاعو اللي عنده ان كونفور ديجستيف وقت اللي يولي نجم يستعمل ويزيد يعاونوا اكثر بيان سور. وما ننساوش انه ديرما فيك الخل الهندي نجم نستعملوه في برشا حاجات اخرين كيما نمسحوا به وجهنا ولا ينظف هو شام بلوزيغ برودوي هما ولا الشعر هما لابوغاتوار ديرما فيك الحاجه الباهيه اللي عنده بلوزيغ برودوي يهتم بالنوتريسيون ويهتم بالكوسميتيك. لهنا ديما انا نربطهم زوز مع بعضهم خاطر حتى في الريجيم ديما ننصح معناتها النساء ولا الرجال اون جينيرال في البيرد دو بوا والا في ريجيم عادي انهم معناتها الحاجات اللي هي تغذي الشعر تغذي الجلده اي بور ايفيتي حتى لو غولاشمون دو لابو. خل الهندي معناتها كاستعمال للاستهلاك معناتها في الماء ولا باش نفوقوا به سلطه مي عندنا معاه معناتها لو كادو نتاع لابوغاتوار اغرولاين في البرودوي هذايا اللي هو مع لي 6 باكي نتاع الخل نتاع الهندي يعطيونا زيت الزنبيع،
دونك لهنا زيت الزنبيع اللي هو باهي برشا في معناها بور ايفيتي اكل غولاشمون دو لابو وانه يغذي الجلده نتاعنا في الفاز دو بيرت دو بوا يخليها ما يصيرش التراهلات حتى في النيفو نتاع الكرش والا في اليدين ولا حتى في الوجه راهو معناتها تسالوني قالوا لي وين البلايص راهو زيت طبيعي معناتها فيه زيت زيتونه فيه زيت الزنبيع معناتها نجمو نستعملوه في البدن على البشره نتاعنا معناتها ما يقلقش بالكل ويعاون باش ينحي السيلوليت فوالا اللي هي معناتها الانفلتراسيون نتاع الماء في وسط الغراس في وسط الشحم باهي لازمنا نذكروا اللي هو سيرتيفي فوالا هوني الحاجه اللي ديما نحب ناكد عليها راهو اي برودوي نشريوه لازمنا نقراو عليه بالضبط معناتها مش نلقاو دي سيرتيفيكاسيون اما نقراو لي زانغريديون نتاعو ومنهم لي سيرتيفيكاسيون على خاطر قد ما يكون ان برودوي فيه سيرتيفيكاسيون قد ما ينجم يطمن وانا معناتها كي ننصح به نبدا مطمنه حتى للناس الكل معناتها لي سيرتيفيكاسيون هذوما اللي هما عملوا دي فيزيت معناتها في اللابوراتوار اللي هو معناتها صارت لهم الموافقه على خاطر البرودوي مصنوع بطريقه صحيه ما فيهوش مضافات غذائيه اي سورتو بيولوجي معناتها هنا نسمعوا كلمه بيو معناتها ما فيهوش لي ريزيدو دو بيستيسيد ولا لي برودوي شيميك دونك نجموا نستعملوه لهنا حتى بالنسبه للناس اللي عندهم نقص المناعه والا للناس اللي عاملين معناتها لطف عليكم الناس الكل فوالا في الشيميوثيرابي وقت نقص المناعه والا امراض مختلفه على خاطر ما فيهوش دي بيستيسيد وبالعكس نجم يقوي المناعه نتاعهم بالكدا بالكدا فهمتك باهي نحب نذكر الناس بالاسعار بالنسبه للباك دو 6 معاها الدبوست الزيت هذه نتاع الزنبيع 119000 بالنسبه للباك دو 3 تلقاو فيه كان ثلاثه دباب الزبرك ما غير الدبوست الزيت ب 59000 التليفونات هو 97 146 147 والا 99 761 972 عاودوا تليفونات 97 146 147 والا 99 761 972 وراهو الباج اسمها ديرمافيغ كلموهم على باج الفيسبوك ديرمافيغ وبعثوا لهم حتى شنو تحبوا تشريوا بالضبط وهما يرجعوا لكم على الباج وفيها ميم لي بروموسيون كي تلقى فما حاجات جديده هبطت وليفريزون راهي غراتويت تحب تضيف حاجه مريوما؟ بطبيعه مع لو برودوي هذايا نظام غذائي صحي دو لاكتيفيتي فيزيك شويه سبور معناتها باهي برشا للصحه نتاعنا وشرب الماء خاصه في وسط الماء هذاك خل الهندي ديرمافيغ باهي احنا باش نخليوك بعدين مريوما باش نخليك تسمع شويه خنار من عند دردورة ومن بعد نشوفوا مريومتي حاضرة حاضرة عسلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار والخبر الأولاني جينا من جريدة الصريح اللي نشروا خبر على نقيب الفنانين التوانسة مقداد السهيلي قال لك سي مقداد كلا طريحة نبش القبور في كيوسك في المرسى هو وعادل يونس قاعدين يهبط لهم واحد ما يعرفوهش من كرهبة سيب عادل شد سي مقداد لطف عليك يا سي مقداد وان شاء الله ما عندك سو اما المشكله علاش يا فاطمه علاش يا طلع شي واحد اسمع باساور خديت شهاده الاحتراف وهو ماخذهاش على كل حال بعد نهار سي مقداد كذب الاخبار في الفيسبوك خبر انه تضرب مش خبر الاساور خديت شهاده الاحتراف الخبر الثاني جينا من برنامج لما على الكيف وين حضرت الفنانه التونسيه منيره حمدي وحكيت على اللي صار لها في حفله لهنا في تونس منيرة قالت إنه الفنان نصيف زيتون قال عليها وعلى نور الدين الباجي إنهم نكرة ومش معروفين وما يتحطوش معاه فرد مستوى نصيف زيتون نحكي حاجة هكا غريبة حتى من لوجيك مش لوجيك والله. هو نصيف زيتو حتى كعبة زيتون ما جاتش كاملة نصيف يحكي هكا على أولاد بلاد فيها شجرة زيتون عمرها أكثر من 3000 سنة بون المشكلة مش فيه المشكلة في اللي جابوا وخلصوا بالعملة الصعبة آخر خبر آخر خبر على الفنانة اللبنانية إليسا اللي نهايرين التالي عملت حفلة في جدة إليسا في وسط الحفلة طلبت من سالم الهندي مدير شركة روتانا واللي كان حاضر معاها طلبت منه يأذن لها إنها تشطح على المسرح شوية على أغنية بدي دوب ياخي سي سالم قال لها لا على خاطر في السعودية ممنوع الرقص والتمايل الله 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 يا سلم يا هندي لا يزي شرطين عليها تلبس محتشمه يا اخي غمت روحها في روبه كحله باليدين لا يزي حتى باش تتميل لي اش خليتو لها باش تعمل باش تغني لايف لي امان هكا هاو نشط خونا رفات على فشل اقوى عظيم دي جلال باهي ميرسي بوكو دورا نحب انا نقول لكم شو مع الحاجات الجدد مع ليبرتا فواياج فما رحله لبرشلون فما رحله لبرشلون من نهار 11 جويليا لنهار 15 جويليا بتدفعوا من الاول دينار برك
تدفعوا دينار ومن بعد تخلصوا 199 دينار على 12 نشهر. شنو تلقاو فيه الباك هذا؟ تلقاو فيه الفول ترانسفير اوتيل 3 ايطوال معاها فطوره صباح ومعاه دوره في برشلونه. دونك بدينار باش تسافر برشلونه ومن بعد يحلها الحلال في الخلاص الاخر، يظهر لي فكره باهيه. اما تو نرجعوا بحذا اللي شاف نشوفوا مع شكون باش نختموا. مرحبا فاطمة، وأنا هنا عندي الكلافوتي هذية، قلت لكم معناها مكونات سهلة كيما شوية كيما الكريب، الخلطة متاعو فيها فارينة زبدة شوية عظم فارينة سبيسيال جاتو وردة، هو اللي عملت به الكلافوتي متاعي، فيه عظم مليحة بالطبيعة، فيه فاني سمارت شيف، حملت له بالفخاز، وريتكم كيفاش تغسلوا الفخاز قبل ما تنحيوا له التيج نتاعو، قبل ما تنحيوا له النواره باش ما يشربش الماء، باش ما تجيش الكلافوتي وقت يتفرغوها كيما هكايا. كان جاء الفخاز غسلته بعد يولي الصحن يعوم بالماء، خاطر يسيب برشا ماء الفخاز، الوغ كي عملته بالعكس نغسله قبل ما يسيبش ماء، شويه الماء اللي يخرج منه تاكلوا البات تشربوه، يطلع فيه مطعم الفخاز بالقدا. في الاخر وقت تخرجوه تخليوه يرتاح شويه، تعملوا له رشه سكر جلاس على وجهه، تخليوه يبرد شويه يتاكل، اما بارد والا متلذذ. ان شاء الله تكون عجبتكم دبرت اليوم. فاطمه انا عندي تحيه خاصه كبيره برشا لاهل الساحل، مشيت بحذاهم البارح خاصه في بوحجر، عبيد فرحت بيا برشا برشا برشا، والله عرضوني باللحظان نسلم عليهم الكل واحد واحد، هما يعرفوا انفسهم. انا نبعث لكم بوسه كبيره من هنا من عنا من استوديو الماتينال، ان شاء الله تكون عجبتكم دبرت اليوم، ونقول لكم المره الجايه ابعثوا لنا اقتراحاتكم كالعاده على الباج اوفيسيال الماتينال. ميرسي بوكو شي فتحي، وتحياتنا للعباد الكل. الوغ نجو لاجندا مع حبو. صباح الفل والياسمين الناس الكل، مرحبا بكم في اجندا الماتينال اليوم نهار 24 افريل، اللي نبداوها باول ايفينمون اللي هو معرض تشكيلي. جينا من ليستاد، سامحوني، بعنوان ديجينيرانس ريجينيرانس، هو الجريدي ياسر اللي هو فنان تشكيلي في اطار ليفينمون اللي هو ريد 2019. دونك اليوم ليفينمون يبدا من 9 حتى كشي للست تم تعرشية في المعهد العالي للتكنولوجيات والفنون في الدندن. دونك تلقاوه من 9 حتى كشي للستة متاع العشية دي جينيرانس ري جينيرانس. نتعداو الايفينمون الثاني اللي يحتضن المعرض الاول اللي هو ريد 2019 اللي باش تكون فيه موائد مستديره، دي كونفيرونس، باش تكون فيه كذلك معارض، باش يكون فيه باركور، باش يكون فيه دي وركشوب، اللي تلقاوه كيف كيف ليفينمون في نفس المكان في الاستاد من 9 ل 6 نتاع العشيه ريد 2019. ليفينمون الثالث هو سيفاد، سيفاد اللي هو لو سانديكا دو اي كوميرس ايفونت ا ديستانس، يعملوا كيف المعرض الكبير بعنوان لي بيرسبكتيف دو لو اي كوميرس ان تونيزي، او افاق التجاره عن لو اي عبر الانترنت في تونس. دونك ليفينمون هذا يبدا اليوم مع 6 نتاع العشيه مع 5 نتاع العشيه، توصل حتى شي لل 9 نتاع الليل في اوتيل الموفامبيك في تونس. نختموا مع اخر ايفينمون اللي جينا من مدينه الثقافه بعنوان شوف سايت ايفان تونس فورم اون جندر ايكواليتي. دونك كيف ما تعرفوا كيف ما العنوان نتاع ليفينمون هذا هو سان فورم اللي باش يحكي على تو سكي جونغ الجندره في تونس. تحتضنوا جمعية شوف تشارك في الإيفينمون هذايا، ويكون الإيفينمون من 6 حتى 8 متاع العشية اليوم في مدينة الثقافة. كانت هذه أجندة الماتينال لليوم، نتقابلوا غدا في أجندة جديد. يعطيك الصحة حبيبة. لو نحب نذكر الناس كيف كيف بلي زوفر نتاع ليبرتا فواياج، المرة هذه العمرة فما رحلات إضافية قدمتها لكم ليبرتا فواياج بالنسبة لعمرة رمضان. فما رحلة النصف الأول نهار 2 ونهار 12 ماي، رحلة النصف الثاني فما رحلة نهار 26 ماي، وبيان سور تعديو معاها العشرة الأواخر، وهذا الكل بيان سور لازم نطلبه. كلموا 71 90 56 56 وان شاء الله من توا ان شاء الله عمرتكم مقبوله. ولا تنجموا تدخلوا على لو سيت ويب www.libertavoyage.com ولا كيف كيف لاباج فيسبوك ليبرتا فواياج، وان شاء الله كل ما يتمنى العمره هذيا ينالها، وان شاء الله ربي يوصلنا لرمضان سالمين. وي امين. الوغ نختموا مع الشيف سليم. مرحبا بكم مره اخرى بحذايا، باش نعاود نذكركم بالتروارسيات اللي خدمناهم اليوم اللي هي حاجه زمنيه وتونسيه، باش نعاود نذكركم بهم. نبدا لكم باللونتري اللي هو العدس، سلاد بتاع العدس اللي هي نسخنوا الماء نتاعنا، نحطوا فيه شطر كعبه قارص، نقسموه على اثنين ونخليوها، نحطوا يسخن شويه الماء قبل ما يغلى، نحطوا العدس نتاعنا،
من بعد ما الدرجين 4 ساعة يطيب العدس نخرجه نخليه يبرد شوية نستقطره ساعة من الماء، من بعد نحطو زيت زيان ثوم فرنيتو فلاك حلو ملح نخلطه مليح نخليهم يبردوا، وكما تراو ندرسيو الصحن نتاعنا كي ونتزين من فوق بطن. نتعدي لكم الطاجين البيت أو بما أنه قرب رمضان طب شوالي نخدم لكم حاجات عربي نودكم بهم باش تخدموها في دياركم. الطاجين البيت اللي كما تراو معناها تبقى الفوقانية قوتة سبناخ ومن بعد فيوندا شي لحم مفروم، نحط نقص طرف بصل نقص شوية بصل جويد نقليو فيه اللحم مفروم شوية زيت شوية ثوم فرنيتو فلاك حلو ملح كيف كيف، نحمرو ما نحمروش برشا بخاطر مازالش يدخل الفور، ومن بعد كيف كيف السبناخ نحطوه في حاجة معناها نطيبوه أما من غير ما نصبوه مع الماء نخليه يشيح على الآخر من الماء نتاعو، إذا من بعد ما نهبطوه نعاودو نقصوه جويد كان نجمو، بالطبيعة نستقطروه نشيحوه من الماء على الآخر باش ما يقلقناش في الطاجين وما يتهلكلناش، كيما تراو فيه كل إيطاج جا وحده لهنا ومستوية معناها الطاجين نتاعنا. القوطة كيف كيف زادا خلطوها بالفروماج وأما نحطو فيها البلون دوف كهو ما نحطوش جون دوف. وبالنسبه للسبناخ واللحم مفروم نحطوا عظمه كامله ونحطوا معاهم زيت الفرماج نطيبوا ليطاج الاولاني اللي هي ليطاج الثاني اللحم مفروم، من بعد السبناخ كيف كيف نطيبوه 3 دقائق 4 دقائق في الفور، ومن بعد نحطوا القوطه من فوق ونرميوا الطاجين تاعنا يكمل يطيب. وبالنسبه لذي المرقه الحلوه اللي هي ماكلتنا زاده زمنيه وقديمه برشا حبيت نذكركم بها اللي هي مرقه حلوه تجي فيها معناها المشمش شرايح مشمش وكيف كيف العوينه الشايحه لحم على اللور زادة وثوم فرنيتو فلفل أكحل في الأخر وملح في الأخر شوية حطيت فيها شوية فلفل زينة واخترت نحط هروس عبيدة كما تراو فيها هذه البلاوات تاعنا حضروا إن شاء الله في دبارها ما خير وإن شاء الله ديما نعطيكم بلاوات ما أحسن. يعطيك الصحة شيف سليم، لو ما تنساوش إنه لي غوسيت الكل تلقاهم على باج الماتينال. نحب نوصلوا لغوميرسيمون، نحب نشكر برشا كالعادة والعويد لابالات اللي تلقاها في المنزه الثامن. لابالات سي ان ديبو فون تلقاو فيه لي غراند لي بوتيت مارك بيان سور. صاحبة لابالات هي مدام نرجس حسومي، ميرسي بوكو على لاكوي. تلقاو لاباج فيسبوك لابالات لاباج انستغرام لابالات، وانتوما شهية طيبة نتقابلو غدوة ان شاء الله. وانا زيدا كالعادة نحب نقول ميرسي للويت، الويت تلقاو عندها حوايج الصغار والكبار لي زاكسيسوار في النصر دو. ما عليكم كان تدخلوا الانستغرام الويت تونس والا الباج فيسبوك الويت تلقاو نومرو التليفون وتلقاو ميرسي بوكو. البنات نحب نشكر السونتر ديستيك باك ستيج في العوينه، عنده دي فورفي مشوا شوفوا لي فورفي هذوما شنو بالضبط، كيف كيف عندهم باج فيسبوك ادخلوا شوفوا شنو عندهم جديد. نحب نشكر البوتيك اللي تلبس فيها اللي هي سي ان ديم، تلقاوها في طريق سكر البوتيك، وما تنساوش انه عندها زاد باج فيسبوك نتاعها سي ان ام سكره زاد زيدوا سكره تتلقاو شنو الحوايج اللي عندهم، وساعات يعملوا برشا دي بروموسيون مزيانين. نحب نشكرك مريم مره اخرى، يعيشك ميرسي بوكو لكم انتم زيدا ويعطيكم الصحه. يعيشك ميرسي بوكو ليكيب تكنيك ايكيب الاعداد زميله لنا المجري البنات لي شيف جمهورنا العزيز داخل وخارج تونس. ملتقانا غدوه ان شاء الله، بسلامه.